في الفنجان السابق تكلمت عن تيك توك ومحتواه والغضب الإسرائيلي، ولأن بعض الأصدقاء طالبني بالدلائل والأرقام، جهز يا عزيزي فنجان قهوة وشاي وخلينا نتكلم على طول عن الإنفاق الإسرائيلي للدعاية المغرضة. وقبل ذلك في صندوق الوصف روابط لمؤسسات موثوقة للتبرع دعما لإخواننا في فلسطين. وإذا عجبك المحتوى لايك وشير واشتراك إذا كانت زيارتك الأولى، فدعمك يزيد من انتشار المحتوى الداعم لغزة، وهذا أضعف الإيمان. أفاد تحليل أجرته صحيفة بوليتيكو الأمريكية بأن المنظمات المناصرة لإسرائيل أنفقت 100 ضعف أكثر من ما أنفقته المجموعات المؤيدة للفلسطينيين على منصات التواصل الاجتماعي لشركات ميتا اللي هي الفيسبوك وإنستغرام الشهر الماضي. وقالت الصحيفة أن الإنفاق المشترك على فيسبوك وإنستغرام يزيد على 2 مليون دولار، وأن هذا الإنفاق على الرغم من عدم التنسيق بشأنه يظهر كيف تحاول الجماعات المؤيدة لإسرائيل تشكيل الرأي العام بين الأمريكيين، خاصة الأجيال الشابة التي تشكك بشكل متزايد في إسرائيل. وراجعت الصحيفة الإعلانات التي عرضت في الفترة بين 2 نوفمبر وحتى ديسمبر الحالي بناء على انتماءات مجموعات المناصرة للقضايا سواء إسرائيل أو فلسطين. وأظهر تحليل الصحيفة أنه بالنسبة لمنصات ميتا أكبر مواقع التواصل الاجتماعي في العالم، تتضمن المجموعات التي تشتري الإعلانات لدعم إسرائيل أسماء معروفة مثل لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية أيباك ومؤسسة مكافحة معاداة السامية، وهي مجموعة أسسها الملياردير روبرت كرافت. ووجدت الصحيفة أن إنفاقهما المشترك البالغ 2.2 مليون دولار تجاوز تقريبا أي كيان آخر خلال تلك الفترة، خلافا لمنفذ الأخبار المحافظ ديلي واير وحسابات ميتا التابعة لها التي أنفقت نحو 3 ملايين دولار. وبالمقارنة وجدت الصحيفة أن المجموعات الداعمة للفلسطينيين والمسلمين والعرب أنفقت أقل من 20,000 دولار في الفترة ذاتها على إعلانات ميتا. وذكرت الصحيفة أن اللجنة الأمريكية العربية لمكافحة التشهير EDC كانت أكبر منفق على الإعلانات لمجموعات المناصرة المتحالفة مع الفلسطينيين. وقالت الصحيفة أن المجموعة أنفقت نحو 10,000 دولار على منصات ميتا في الفترة ما بين 2 نوفمبر والأول من ديسمبر الحالي، بالرغم من أن جميع رسائلها المدفوعة تقريبا لم تذكر الصراع في الشرق الأوسط على وجه التحديد. ونقلت الصحيفة عن عابد أيوب المدير التنفيذي الوطني لEDC قوله: الغرض من إعلاناتنا هو إعلام الناس بأننا هنا لحمايتهم. وعندما سئل عن سبب تأخر الإنفاق على الإعلانات المؤيدة للفلسطينيين عن أولئك الذين يدافعون عن إسرائيل، قال أيوب: تغيير آراء الناس عن الكذبة يتطلب كثيرا من المال. وألمحت الصحيفة إلى أنه بالرغم من كل هذه الإعلانات فإن هنالك بعض النفوذ الذي لا يمكن شراؤه بالمال، خاصة مع الشباب. وذكرت أنه في نوفمبر الماضي استجابت منصة تيك توك لانتقادات النائب الجمهوري مايك جلاجر الذي ادعى دون دليل أن المنصة ربما نفذت عملية تأثير خبيثة تتلاعب بالشباب الأمريكي عبر الدعاية المتفشية المؤيدة لحماس. وردت الشركة المملوكة لشركة بايت دانس التي مقرها بكين في إحدى التدوينات بأن الوسوم المؤيدة للفلسطينيين كانت أكثر شعبية من المؤيدة لإسرائيل عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأشارت إلى موقع إنستغرام حيث حصد وسم قف مع إسرائيل حوالي 264 ألف مشاركة مقارنة بأكثر من 7 ملايين مشاركة لفلسطين حرة. وقالت تيك توك: كانت المواقف بين الشباب تميل نحو فلسطين قبل وقت طويل من وجود تيك توك. ويواجه فيسبوك والتطبيقات الأخرى التابعة لشركة ميتا اتهامات بتقييد المحتوى الداعم لفلسطين. وفي شهر نوفمبر الماضي أطلق ناشطون حول العالم حملة لن يتم إسكاتنا احتجاجا على حظر المحتوى الداعم لفلسطين وتضييق وصوله عبر منصات التواصل، خاصة على منصتي فيسبوك وإنستغرام. وكان موقع The Intercept
الأمريكي قال شهر أكتوبر الماضي أن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي اشتكوا من تقييد تطبيقي إنستغرام وتيك توك المنشورات والحسابات أو حظرها بسبب محتواها المؤيد للفلسطينيين في عقاب حرب إسرائيل على قطاع غزة. وقالت الصحيفة أن تطبيق فيسبوك وافق على نشر سلسلة إعلانات تجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم وتدعو لقتلهم، وكانت منظمات حقوقية قد بعثت بها للشركة لاختبار معايير مراقبة المحتوى في التطبيق. وأبرزت الصحيفة الأمريكية أن الإعلانات التي نشرت باللغتين العربية والعبرية تضمنت انتهاكات صارخة لسياسات فيسبوك وشركة ميتا المالكة للتطبيق. احتوى بعضها على محتوى يدعو بشكل مباشر لقتل المدنيين الفلسطينيين، وبعضها يدعو لمحرقة بحق الفلسطينيين والقضاء على النساء والأطفال وكبار السن في غزة. كما تضمنت الإعلانات والمنشورات التي قدمها مركز حملة التابع للمركز العربي للتطوير الإعلامي الاجتماعي ووافق التطبيق على نشرها، وتجاوز الرقابة التي يفرضها التطبيق على المحتوى العربي منشورات أخرى يصف بعضها أطفال غزة بأنهم إرهابيون مستقبليون، كما يتضمن عبارات مسيئة للعرب والفلسطينيين. وجاءت فكرة إرسال تلك الإعلانات لفيسبوك لاختبار خوارزميات الرقابة الخاصة به بعد اكتشاف نديم الناشف مؤسس مركز حملة التابع للمركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي الشهر الماضي إعلانا ظهر على صفحته بفيسبوك يدعو بشكل صريح لاغتيال الناشط الأمريكي بول لاوردي أحد مؤسسي حركة الحرية لغزة. وانت تشرب قهوتك في فنجانك، حاول تراجع المراجع في صندوق الوصف، وتابع الحلقات الماضية والحلقات القادمة، ولايك شير واشتراك في القناة، وتابع وادعم المحتوى الداعم لإخوتنا في فلسطين، ولا تنسى مساعدتهم ولو بدعاء. اللهم نسألك أن تكون لهم وليا وحافظا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طابت أوقاتكم.